تحت شعار الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس مكناس، افتتحت بالعاصمة العلمية للمملكة النسخة الثانية من المعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. المعرض يضم 5 أقطاب تخص العارضين من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، مع استضافة تعاونيات من جهات أخرى بالمملكة وقطب دولي تشارك فيه جهات أجنبية تربطها أواصر إخاء وتعاون مع جهة فاس مكناس. كيمثلنا المعرض بالنسبه لنا احنا المعرض شي حاجه اللي كتحفزنا وكيعطيونا واحد لو بوفوار باش يمكننا نزيدوا لقدام ونحاولوا المنتوج ديالنا نعرضوه باش يعرفوه الناس، وهذا هو المهم من المعرض. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد دعامة ثالثة يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمدمج إلى جانب القطاعين العمومي والخاص، وله ما يكفي من الإمكانيات التي تجعله قادراً على تعبئة وتوفير ثروات مادية وغير مادية. بالنسبة احنا ماشي هذه الدورة الثانية بالنسبة لهذا المعرض، وحنا كنشاركوا فيه المعرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وبالنسبة للمعرض كيشكلنا احنا كتعاونيات بصفة عامة، يعني واحد المدخول اللي باش تكون الاستمرارية للتعاونية، يعني مدخول نقدروا نستمروا في الأمبالاج في المواد الأولية، يعني باش كتكون واحد الاستمرارية للتعاونية. ونتمنوا هذا المعرض يكون عليه الإقبال. هذا ويهدف المعرض إلى تعزيز الجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين الوطني والجهوي، وإبراز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بمنتجات هذا القطاع وما تحققه من غايات تضامنية وإنسانية نبيلة، وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين، مع إعطاء البعد الجهوي والمحلي المكانة المستحقة في أفق التشجيع على ظهور أقطاب تنافسية جهوية.